بعد كده تقريبا انضميت للمنتخب، كانت اول برضو مشاركه ليا اساسيه في المنتخب رسميه، كانت بطوله غرب اسيا سنه 2000 بطولة غرب آسيا في سنة 2000 الاردن، في سنه الأردن. 2000، ومن ساعتها الحمد لله لغايه 2015 كنت الحارس الاساسي منتخب فلسطين، لاعب 4 تصفيات كاس عالم، ما اربع شاء الله. تصفيات كاس اسيا، لغايه ما حققت يعني اللي هو في 2014 كان نقله نوعيه لمنتخب فلسطين، قدرنا نحقق بطوله كاس التحدي اللي هي على اثرها دخلنا نهائيات امم اسيا كاول مره في أول تاريخ مرة في المنتخب التاريخ. الفلسطيني ده كان 2015، إنجاز رائع غير يعني. مسبوق يعني، وخصوصا انه جه كان في دوله زي استراليا. استراليا جت فتره من الفترات كان قبليها كان تصويت لاعطاء صفه عضو لفلسطين في الامم المتحده، استراليا من الدول اللي رفضت التصويت على قرار، فده ان انت تروح اعطاهم عندهم وتلعب مباراه الافتتاح امام منتخب اليابان كان حامل اللقب، فيعني دي كانت حاجة كبيرة بالنسبة لك. انتصار كبير يعني، انتصار سياسي بطعم رياضي يعني. وده انت طبعا كان حافز بالنسبة لكم كمان تقدموا يعني، لما بيكون واحد رايح عنده طبعا اكيد الحافز انه يرفع اسم بلده، لكن كمان في بلد كانت ضد رغبة شعبه، فده كمان بيدي يعني بيبقى ليها طابع خاص او تحدي خاص يعني. اكيد بص، المنتخب الفلسطيني حالة خاصة، ده حقيقي يعني، احنا بننشر رسالة للعالم انه الشعب الفلسطيني وهناك دولة فلسطينية، يعني احنا مثلا رحنا هونج كونج ما يعرفوش حاجة، دولة في تصفيات كاس العالم مثلا 2002 كان تصفيات في هونج كونج، كان نظام اللي هي المجموعات المجمعة عن طريق التجمع، كل ما منتخب كل بلد ذهاب في مكان ويبقى اربع بالظبط منتخبات في مكان التجمع كان في اسيا، فتنزل مثلا ريسبشن ايامها طبعا ما كانش في موبايلات ولا الكلام ده، تنزل عايز تتكلم مثلا تقول له عايز اكلم فلسطيني يقول لك بالستاين، وير بالستاين، ما يعرفوش حاجه اسمها فلسطين، لكن بعكس تقول له اسرائيل فهو الاعلام بتاعهم قوي، فانت على الاقل هناك لعبنا ضد منتخب هونج كونج حضر حوالي 10,000 متفرج. طب دي دعايه لوحدها تكفي يعني، اترفع السلام الوطني، اترفع العلم الفلسطيني وانعزف السلام الوطني الفلسطيني، فانت وكنا بننشر معانا بوسترات للعلم الفلسطيني وصور الانتفاضه كلها. طبعا ننشر الكلام ده هناك، لان يعني الرساله كمان انت ما بتقدمش رساله فنيه كره قدم، لا انت بتقدم برساله رساله اثبات هويه كمان. طبعا من حقنا انه نعيش، من حقنا عندنا منتخب يعني. انا اقول لك على حاجه دلوقتي، لما مثلا رئيس دوله يروح يزور دوله ما، مين بيعرف الا السياسيين او اللي مهتمين بالرياضه، لكن لما منتخب فلسطين دلوقتي يروح، انا عايز اوصل لك اهميه كره القدم بالنسبه أكيد. للفلسطين، لما منتخب فلسطين يروح ما فيش حد مثلا، لو منتخب فلسطين جه زياره لمصر لعب مع منتخب مصر، انت على الاقل 70 مليون مصري، مش 100 مليون، قول 30 مليون مش مهتمين بالكوره، لكن 70 مليون عرفوا انه حاجه، ما بالك الكلام ده بنعمله في هناك في اسيا في الدول ما تعرفش حاجه عن القضيه الفلسطينيه، فالمنتخب الفلسطيني يعني جزء من العمل الوطني للقضية الفلسطينية، وهي دي أهمية منتخب فلسطين، عشان كده دايما أقول إن منتخب فلسطين حالة خاصة غير كل المنتخبات، وطبعا توجد في النهاية بالمشاركة في كأس آسيا 2015 وكأس آسيا 2019، فده إنجاز كبير للمنتخب الفلسطيني. لو كان كده أنت لعبت باسم واحد فرنساوي ليه بقى؟ برضه من ضمن المعوقات اكيد عايزين نعرف القصه يعني، هي معوقات كل اشقائنا في فلسطين، بس على مستوى الرياضه وانت بشكل شخصي كان ليك معاناه لما جالك شيفلت، مش كده؟ مش رمزي صالح بس، مفيش بيت فلسطيني اكيد، ما انا بقول لك معاناه كل اشقائنا.